تكون عاقا إذا أحضرته لها، لأن القات حرام، القات حرام مفتر وفيه مضار أشد من الدخان، هو أشد من الدخان فهو محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا الوالد ولا غيره، ما تطيعه في المعصية فلا تحضره لها، لكن التمس لها علاجا. السكر له علاج والحمد لله، له علاج متوفر في الصيدليات وعند الأطباء وفي الحمية أيضا. نعم.